وصلنا كده يا اولادنا للتيست الثالث، تيست 3. احنا قلنا عايزين نركز بس اهم حاجه ان التيستات دي كلها تقريبيا واخده معانا معظم الافكار الموجوده فين في اليونتس بتاعتنا، سواء كانت فوكاب او جرامر او ازاي نحل ديالوج او السيتويشنز. معظم الافكار موجوده عندنا في السكس تيست، الست تيست الامتحانات دول قدامنا، فياريت نركز فيهم واحده واحده. وقدامك مره واثنين دي بنعيد ونكرر نقول احنا بنعمل ايه او نتصرف ازاي في الاسئله بتاعتنا. نشوف التيست 3 ونشوف مع بعض هنعمل معاه ايه. Adam and Faris are talking about دكتور مصطفى مشرفة، اللي هو احنا عارفين شخصية معروفة بس قد يكون احد الاشخاص منهم مش عارف. قال له هاي فارس what are you doing، انت بتعمل ايه؟ قال له I am reading about دكتور مصطفى، فانا بقرأ كتاب لي الشخصية دي. سأله سؤال، قال له دكتور مصطفى مشرفة was able to work out some really difficult problems in math and science، ده كان قادر على ان يستنتج بعض المشكلات الصعبة جدا في مواد علمية سواء كانت العلوم والرياضيات. كان ليه رد معين عليه وقال له what else does he the article say، طب المقالة اللي انت بتقراها كمان او الكتاب ده بتقراها ده عن ايه، بيقول كمان ايه عنه. It says here that he was the first Egyptian to become a doctor of science. دي بتقول كمان ان هو كان اول مصري يصبح استاذا في العلوم. قال له that's a great achievement، يا انجاز هائل. وكان ليه سؤال معين، فالتاني رد وقال له I am not sure، لست متاكدا، but he was definitely really smart، بس انا متاكد منه ان ده انسان ذكي. كان ليه رد آدم، ففارس قال له I agree، أتفق معك، we should do our best to be like him، يجب أن نبذل قصارى جهدنا لنصبح مثله. نرجع نشوف نحدد كده احنا عايزين نعمل ايه. احنا بنقول دلوقتي هو بيقول له كان قادرا على، اذا هو كان بيقول له هي المقال اللي انت بتقراها بتقول ايه، ولا الشخصية دي كانت قادرة على ايه؟ اذا السؤال عندي what does it say or what was he able to do. نمبر 2، كان هو قال له معلومه معينه ان هو بيستنتج عمليات حسابيه صعبه، فكان بالنسبه له تعليق قال له ده شيء مذهل، جريت اجابته صحيحه، انترستنج، اميزنج، كل حاجه تعبر عن الشيء الكويس نقدر نعتبرها اجابه صحيحه في هذا السؤال. كويستشن نمبر 3، اي ام نوت شور، كان رده عليه انا مش متاكد، اذا الراجل كان بيساله في اعتقاده في شيء معين، فكان السؤال دو يو ثينك ذات هي واز جينيوس، هل تعتقد انه كان عبقريا؟ قال له الامر ده انا مش يعني مش متاكد منه، لكن اللي انا اعرفه بالتاكيد انه هو ذكي. النهايه كان رده عليه بيقول I don't know، انا لا اعرف الكثير عنه، but I am sure he was intelligent، لكن فعلا انا متاكد انه كان انسانا ذكيا. question number 2، السؤال الثاني، وهو situations، المواقف. your mother asks you how you did on your english exam، مامتك بتسألك ايه اخبارك في امتحان اللغة الانجليزية؟ انت بتعبر اكسبريس سيرتينيتي، راجل متأكد من نفسك كده، واثق من نفسك قوي، فبتقول لها I am sure that I did well in the exam، انا متأكد ان اديت اداء كويس جدا. او ممكن تقول لها I am sure I passed the exam، ده انا كمان نجحت في الامتحان الحمد لله تفوقت. انت حاسس بقى، واحنا زي ما بنقولها كده، النتيجة بتبان من الامتحان، مش استنى النتيجة، انت تقدر تعرف نتيجتك وانت خارج من امتحانك. your friend asks you if you meet the writer who visited your school last week، صديقك بيسألك هو انت قابلت الكاتب اللي زار مدرستنا الاسبوع الماضي او مدرستك. This wasn't possible because you were ill، وده كان اكيد امر مش ممكن لانك انت كنت مريض. فانت كان ردك I couldn't meet him، ما قدرتش اقابله because I was ill. You are in a busy street، انت في شارع مزدحم، with your younger brother، مع اخوك الصغير، بتنصحه not to walk too close to the road، بتحاول تقول له ما تقربش جدا من طريق السيارات، يعني يبقى بعيد خالص شويه عن الرصيف كده شويه. فقلت له يو ماست ريمبر، يجب انك تتذكر نوت ووك تو كلوز تو ذا رود، اور يو ماست ريمبر نوت تو ووك تو كلوز تو ذا رود. ده كان السؤال الثاني عندنا في الامتحان. كويستشن نمبر 3، قلنا دايما ان هو الكومبرهنشن القطعه، بنقرا قلنا القطعه، بنحاول نخمن بعض الكلمات الصعبه، بنكون مضمون وفكره كامله للموضوع بيتكلم عن ايه عشان نقدر نحدد انواع الاسئله اللي عندنا. There have been hotels for hundreds of years، هناك يعني فنادق بالمئات معروفه جدا for hundreds of years، واديلها سنوات جدا في اماكن معينه، but they might be different in the future، لكن الحاجات دي ممكن يحصل فيها اختلافات في المستقبل. Usually there are friendly people who write your name address، عاده يوجد أصدقاء ودودين جدا بيكتبوا أسمائهم عناوينهم. carry your bags، بيحملوا الحقائب to your room لحجرتك. give you breakfast، بيدوا لك الفطار الصبح.
لكن الكلام ده تعال نشوف في اليابان كده بيعملوا ايه. In Japan there is a hotel where there are no people working at all. في فنادق في اليابان ما فيهاش اصلا بشر بتشتغل. All the work here or there is done by robots. كل الاعمال هناك بتتم عن طريق الانسان الالي. When you first arrive at the hotel, توصل الفندق في البداية to check in, يتم الفحص بتاع سيادتك في الحقائب والكلام ده, ايه اللي بيحصل؟ A robot tells you what to do. انسان آلي يقول لك ايه اللي يجب عليك انك تعمله. You should enter information about yourself in a computer. ادخل معلوماتك عن نفسك على الكمبيوتر. The robot is able to communicate in lots of different languages. الروبوت قادر على ان يكلمك بلغات مختلفة. You don't need a key for your room. مش بتحتاج مفتاح للحجرة. Because a computer in the door, لان فيه كمبيوتر موجود في الحجرة بتاعتك بيعرفك الحاجة ايه وبيعمل اللي انت عايزه. There is even a robot in each room. في كل حجرة في انسان آلي. Who is able to turn the lights. يشغل الانوار ويفصل الانوار اللي انت مش عايزها. And answer simple questions. ويرد على الاسئلة البسيطة بتاعت سيادتك. Question number one. What is the main idea of the passage? قطعتنا اللي احنا قريناها او الموضوع بتاعنا ده ويتكلم عن ايه اصلا. نقدر نقول تكنولوجي ان جابان, التكنولوجيا الموجوده في اليابان. Why don't you need a key to your room? طب ليه مش حساتك مش بتحتاج مفتاح عشان تخش حجرتك؟ Because the computer in the door will recognize you. لان قلنا الكمبيوتر اللي في الحجره بيتعرف عليك, فخلاص هو بيبقى اول ما بيشوف بيفتح على طول. What problems do you think you might have in the hotel like this? طب ايه المشكلات اللي ممكن تعتقد انها تواجهنا لو احنا دخلنا فندق زي ده؟ If there is a problem with electricity, لو حصل مشكله في الكهرباء, or if a robot break, لو حصل كسره او مشكله في الروبوت, things will stop working. اكيد الحاجات كلها هتتوقف على العمل, هتبقى المشكله دي كده موجوده. Check in means, ما معنى كلمه check in؟ يعني قلنا احنا بنتكلم يفحص او يعمل تقرير لما يوصل او يكتب. اسمها report that you have arrived. The underlined door there, الكلمة there المحطوط تحتها خط في الكومبرهنشن العبارة اللي عندك تشير إلى إيه؟ لو قرينا وركزنا كويس قوي زي ما اتفقنا هنلاقيها تشير إلى الهوتيل الفندق, لأن بيقول لي سيادتك all the work there, يعني كل الشغل هناك في الفندق ده بيتم باي روبوتس عن طريق الإنسان الآلي فقط. السؤال الرابع عندنا اللي هو يخص الستوري القصة أو الريدر, جون مانلي. واكيد جون مانلي اكيد عرفنا معلومات عنه, هنلاقي بعض المعلومات الموجوده. وولد سكوير جوردنز هيلبر, هو مساعد لسكوير جوردن. طب بلاك بيوتي عرفنا كتير عنه, لكن لسه عندنا المزيد من كده. سيفد سكوير جوردن فروم ذا بروكن بريدج, هو اللي انقذ سكوير من الكوبري المكسور, ما عداش عليه طبعا, حس بكده قبل ما يوصل. جينجر كانت الفرصه دي فيها حاجات بتعملها, بدات ريسبكت سكوير جوردن, بدات تحترم الشخصيه دي. ليه؟ بيكوز هي ووز كايند تو هورسز, عشان كان عطوف مع الخيول. ميري ليجز كان ايه اخباره ايه معانا فيها في الستوري؟ قلنا وونتد تو تيتش ذا بويز اليسون اباوت هورسز, اراد ان يعلم الاطفال والاولاد دول درس بخصوص الخيول. نمبر بي, وات ميد بلاك بيوتيز جيرني وذ سكوير جوردن اند جون ديفيكالت, ما الذي جعل الرحله مع سكوير جوردن وجون كانت صعبه؟ ذا ويذر واز فيري ريني, الطقس كان مطير جدا. ذا فيلدز وير فلادد, والحقول كانت غمرتها المياه, فكان الامر صعب جدا في الحركه. وات هابند ات ذا بريدج, ما الذي حدث على الكوبري؟ ات واز بريكن, او بخصوص الكوبري كان مكسور. هو ستارتد ذا فاير ات ذا ستابل, من اللي اشعل الحريق؟ The young rider, الراكب الصغير السن, who smoked a cigarette, الذي كان يشعل سيجارة. Why do you think that John was able to take the horses from the burning stubble? ليه تعتقد ان جون كان قادرا على ان يقوم بجر الخيول بعيدا عن الاستابل المحترق دوا؟ Because he was calm, so the horses stopped anxious. هو كان هادئ, لذلك الخيول كانت تتوقف عن الخوف او الرعب, او يعني كان بالنسبة لها مريح جدا ان تشوف شخصيته فتقدر تتحرك وهي مطمئن. Why do you think that moving horses when there is a fire is very hard? ليه تعتقد ان تحرك الخيول لما يبقى فيه حريق امر صعب؟ They are frightened by fire, هم بيخافوا جدا من النار اصلا. And don't want to move, لما تشوف الحاجه دي بيحصل مش عارفين ايه اللي ممكن يحصل, فبالتالي ما بيحبوش يتحركوا من مكانهم خالص. Question number 5, it shows the correct answer. I give space the message, ودي يا جماعه اللي احنا اتكلمنا عنه, الدايركت اوبجكت والاندايركت اوبجكت, المفعول مباشر وغير مباشر. في افعال تحتاج الى حرف جر معاها, وفي افعال ما بتحتاجش, وفي حاجه اسمها الانترانستيف وترانستيف فيرب, الفعل المتعدي واللازم. المتعدي قلنا يعني ايه متعدي؟ يعني يحتاج لمفعول او اتنين. طب ويعني ايه اللازم؟ مش بيحتاج لمفعول.
طب واذا كان المفعولين موجودين امتى احط حرف جر وامتى ما نحطش حرف جر؟ اتفقنا على ان دايما حرف الجر مرتبط بايه؟ بالاندايركت اوبجكت، المفعول غير مباشر اللي هو الاشخاص عموما. ممكن سيادتك تجيبهم بعد الفعل مباشره او في النهايه. I gave space the message، فهنلاقي I gave my sister the message. طالما جت الفعل المفعول غير المباشر في النهايه نقدر نحط حرف جر، لو جت بعد الفعل مباشره فلا نحتاج الى حرف الجر. نمبر 2، there is a lot of traffic today، فيه زحمه جدا في المرور. وطالما في زحمه اكيد هنصحك، او ممكن يكون ده ديدكشن استنتاج معين، احنا مش عارفين هيبقى ايه الاستنتاج. ويز بيس بي ليت، هل احنا متاكد ان هتاخر؟ شود مايت وونت، طالما هو قال لي دلوقتي ان زحمه كتير جدا اذا اكيد مؤكد ان هيحصل تاخير، فالاجابه اصبحت ماست، لان ده كده ديدكشن سيرتينيتي يعني مؤكد. ذا ماث هوم ورك واز فيري ديفيكلت، الواجب بتاع الرياضيات كان صعب جدا. Where you space to do it، ولاحظ ان وجود كلمة where ترتبط دائما بوجود كلمة able to ومعناها كان قادرا على، وتتساوى في المعنى ايضا مع وجود كلمة could، ولكن كلمة could يأتي بعدها الانفينيتيف مباشرة الفعل في المصدر، اما كلمة able to علشان تستخدمها سيادتك لازم تجيب قبلها was او where. لاحظ هنا اهو ادي وجود كلمة could، طب يا مستر مش هناخدها ليه؟ ما احنا اتفقنا على ان could ما بتحتاجش الى اصلا اي افعال مساعدة قبلها، انما علشان اختار able to لازم يسبقها قلنا present am is are في الباست was او وير، فالاجابه اصبحت مين يا مستر كده في نمبر 3؟ اصبحت الاجابه able to. 4، it's best to take your passport when you go to another country، انت هتسافر دوله ثانيه فكده سيادتك ضروري انك يكون معاك الباسبور ولا مش معانا؟ اكيد ضروري، فكلمه ضروري عندنا يعني essential، ولذلك احنا قلنا محتاجين يبقى يكون عندنا مراجعه كبيره جدا للفوكاب الكلمات، ومحتاجين كمان تركيز ومراجعه كويسه جدا على الجرامر. Ola is always space. She will do very well in her exams. هي بتؤدي اداء كويس جدا في امتحاناتها، فاكيد صفه من صفات علا ان هي شخصيه هارد وركينج يعني مجده او مجتهده. There are 8 spaces that go around the sun. حاجة بحوالين الشمس بتدور. ايه هم دول واللي هم ممكن يكونوا 8 حاجات؟ اكيد هم دول كواكب. فما معنى كلمة كواكب؟ ما يسمى planets. Question number 6. Rewrite the following using the words in practice to give the same meaning. Apple, might, I am not sure. I wasn't able to find the pen. Or I couldn't find the pen that you lost. احنا استخدمنا couldn't. طب يا مستر عايز able. مفيش مشكلة خالص. هنحط able to بس بشرط ان يسبقها was or where. Am و is و are. واذا كانت negative يبقى لازم تزود negative. يعني انت هتحط قبلها تشوف الزمن. ده ماضي. يبقى انا محتاج was or where. جميل. طب الجملة منفية. يبقى سيادتك تكمل النوت معاها. يبقى I wasn't able. واكمل جملتي بدون اي تغيير. Perhaps I'll wear a jacket today. I am not sure. Perhaps دي اصلا تعبر عن الاحتمال. طب ما انا جايب برضو مايت تعبر عن الاحتمال، فما فيش كده داعي لوجود كلمه perhaps. هنحذفها وهنحذف كمان I will، وهتبقى الاجابه عندنا I might wear a jacket today فقط. I am not sure. ادي المايت، انا هحذف مين؟ هحذف مايت واحط مكانها I am not sure. بس لما بجيب I am not sure في الغالب بستخدم وجود جمله كامله تبدا بعدها that Ali will visit us. السؤال الاخير رايت ا باراجراف، اظن احنا في التو تيستس اللي قبلها الامتحانات اللي قبلها السابقه راجعناهم، لكن انا متروك هنا ان سيادتك تجرب مع نفسك، ولذلك كتبت ستودنتس اون انسرد اجابتك الخاصه طبقا للي احنا عملناه في الجزئيات السابقه، وكده نهايه التيست رقم 3.